الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان من اعظم الاخلاق مكانه ورفعه ان يكون الانسان مبتعدا عن أذى غيره، فإن تجنب الأذى والإساءة الموجهة للآخرين من أعظم الأخلاق مكانة ومنزلة، وقد ذمّ الله جل وعلا أهل الأذى فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وانظر لقوله جل وعلا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن السوء ان يؤذي الانسان غيره يقول ابو اليسر رضي الله عنه اتتني امراه تبتاع تمرا فقلت ان في البيت تمرا اطيب منه فدخلت معي في البيت فاهويت اليها فقبلتها فحينئذ علمت سوى فعلتي مع انها كانت محتجبه فاتيت ابا بكر فذكرت ذلك له فقال استر على نفسك وتب ولا تخبر احدا فلم اصبر حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال له اخلفت غازيا في سبيل الله في اهله بمثل هذا حتى انه تمنى ان لم يكن اسلم الا تلك الساعه وحتى ظن انه من اهل النار قال واطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى اوحى الله اليه اية من القران وهي قوله اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال ابو اليسر فاتيت الى الرجل فقراها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصحابه يا رسول الله هذه الايه لهذا خاصه ام هي للناس عامه فقال بل للناس عامه يقول ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثه ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا، وطيعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل وكان إذا رجع قال ذلك وزاد آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وتلا قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حينئذ رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قائلا اللهم امتي اللهم امتي حتى بكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك فاتاه جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوؤك. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف والسيئه بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها وانظر لذلكم الحديث العظيم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله في نفسي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته وفي حديث ابي موسى الاشعرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وفي حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لاحد ان يرى الله فيفرج له فرجه من قبل النار فينظر الى النار يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر الى ما وقاك الله ثم يفتح له من قبل الجنه فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله اما الرجل السوء فيجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا ادري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فحينئذ يفتح له قبل الجنه فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال له انظر الى ما صرف الله عنك ثم بعد ذلك يُفرج له فرجة قِبَل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك كنت على الشكِّ وعليه مت وعليه تُبعث وحينئذ يجد من حرها وقشبها يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فان جار الباديه يتحول عنك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وقال المنذر بن جرير عن ابيه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. فجاءه قوم عرات حفاة مجتابي النمار ومتقلدي السيوف عامتهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاهده فيهم من الحاجة والفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وتلا قوله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الانصار بصره كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رايت كومين عظيمين من طعام وثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه مذهبه فحينئذ قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من وزرهم شيء. بارك الله فيكم. من الاخلاق الفاضله التي جاء بها شرعنا الكريم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلق بها وكان اصحابه يسيرون عليها خلق الاقتصاد في النفقات وفي الماكل والمشارب وعدم الاسراف كما قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومن هنا فان الاسراف من الاخلاق المذمومه التي جاء شرعنا بالنهي عنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس في غير اسراف ولا مخيله وكان ذلك خلقا من اخلاق اهل الاسلام من عهد النبوه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء وعندي يتيم قال يعني هلا اكل من ماله قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متاثل يعني اخذ المال على جهه التوسع في النفقات قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك الى ان ذكر عددا من الاذكار التي تكون في انواع اركان الصلاه ركوعا وقياما وسجودا يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يسرف على نفسه يعني بالذنوب والمعاصي فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لا قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فعلت ذلك من أجلها فلما كان يخشى الله غفر الله له ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين موفقين سعداء كما أسأله جل وعلا أن يفتح لكم أبواب الخيرات وأن يدر عليكم الأرزاق وأن يبارك لكم فيها وأسأله جل وعلا أن يصلح أبناءكم وبناتكم وأن يجعلهم موفقين تغتبطون بهم وتسعدون بصحبتهم كما اساله جل وعلا ان يفتح لكم ابواب الخير والهدى وان يسعدكم وفي دنياكم واخراكم كما اساله جل وعلا ان يوفق ولاه امرنا لكل خير وان يجعلهم هداه مهتدين من اسباب الخير والهدى والصلاح والسعاده هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين